يوم بعد يوم الأزمة عم تشتد وعم تزداد، ولكن أيضا يوم بعد يوم إيماننا أكبر بأنه لابد من أن يكون في عنا ضوء صغير بعد أي نفق مظلم عم نكون عم نعيش فيه. صباح الخير مشاهدينا، وين ما كنتوا عم بتابعونا لليوم صبحية جديدة بترجع تنضم لكم من تلفزيون لبنان. بترافق اليوم بتقديم هذه الصبحية برفقة زميلي بشارة. صباح الخير بشارة. صباح الخير جو، كيف كان الويكند؟ يعني مثل العادة، مثل يوميات كل اللبنانيين، عم نحاول نفتش على الأمل حتى بالايام القصيره هيك اللي فينا نتنفس فيها. اذا فينا نقول ما بيبقى الا الامل بالنهايه، بنتمسك نحن بكل بصيص امل. صحيح صحيح. اليوم مشاهدينا يعني مثل العاده ما زال الوضع الصحي هو النقطه الابرز على الساحه اللبنانيه، ما زال هذا الواقع اللي فعلا يعني عم بخلينا نفكر اكثر لوين معقول نكون واصلين. امبارح معالي وزير الصحه حدد الاشياء وقال فعلا بشاره كان صريح، يعني قال اذا عملنا 10% عنا إصابات، العدد الإصابات اللي عم تطلع هي حسب عدد البي سي آر اللي عم بيصيره، فنحن وصلنا لمرحلة 10%. كان فند معالي قديش فعلا نحن صرنا قريبين من الوضع الأوروبي، تحديدا الوضع الإسباني على الوضع الإيطالي شوي، ولكن الشيء رحمنا أنه نحن عنا عدد وفيات أقل من هيدي الدول لكتير أسباب معقول كنا نعرفها أو ما بنعرفها. بكل أحوال الوقاية هي العنصر الأساسي. صحيح بشارة. صحيح. نحن كمان بالنهاية يعني مثل ما كانوا عم بيقولوا المستشفيات وصلت لكامل قدرتها تقريبا الاستيعابية، وهيدا الخطر اليوم. بس اسمح لي رحب بكل مشاهدين أحلى صباح اللي انضموا لنا هلأ بمطلع هالأسبوع، يعني بنتمنى هالأسبوع يحمل معه كل خير لكم وتنجحوا بكل شيء عم تعملوه. كمان جو هالاسبوع عنا استحقاق وطني مهم من نهار الخميس وهي الاستشارات التأنيبية. نحن ما فينا الا ما نتمنى انه يعني يتحلوا مسؤولينا ونوابنا بالحكمه ليوصلوا لبنان لبر الامان، وان شاء الله يعني بتزول كل الصعاب على اللبنانيين، ويعني بتزول هيدي المحنه اللي عم نمرق فيها، وان شاء الله بكره اكيد بيكون احلى مثل ما كان عم بيقولوا جو. ما بقى عنا الا الامل نتمسك فيه. يعني ان شاء الله دائما هذا الاسبوع هيك يكون عم يحمل معه شيء ايجابي. نحن بانتظار بكل احوال اليوم زياره دوله الرئيس سعد الحريري الى قصر بعبدا ايضا، لحق بركه تكون مؤشر لشو معقول يحمل هذا الاسبوع، بالاضافه طبعا لزيارته الى دوله الرئيس بري بطبيعه الاحوال. بكل احوال مع عالم السياسي هيك اللي في كثير من الضياع وتخربط، نحن رح نحاول قدر المستطاع نكون ايجابيين، رح نحاول قدر المستطاع نكون قادرين فعلا نكمل حياتنا بطريقه افضل. ارقام كورونا ما زالت ايضا عالميا الى تزايد، عدد الاصابات ما زال الى ارتفاع، ما زالت الولايات المتحده الامريكيه بصداره الدول اللي عندها اصابات، روسيا، البرازيل ومجموعه الدول الاخرى ايضا عم تتصدر عدد الاصابات بالاضافه الى عدد الوفيات. الجائحة ما زالت مستمرة عالميا كما أنه ما زالت مستمرة داخليا، وكان صدر يوم مبارح عن وزارة الصحة اللبنانية الأرقام الخاصة بأعداد المصابين بلبنان، اللافت أنه كان في عنا صفر إصابة من الوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي و 1010 إصابات من المقيمين. رقم كبير، رقم أبدا مش سهل. دايما الدعوة لحتى نكون قادرين ناخذ كل الحيطة والحذر وقادرين فعلا نكون نحن نحمي حالنا قدر المستطاع، وإذا أصبنا ما نتردد أبدا نبلغ عن إصابتنا بفيروس كورونا، لأنه الإصابة بهذا الفيروس مش عيب أبدا. ما فيها حياة يعني بالنهاية. تماما 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 بشارة، يعني هيدي دايما واقع كورونا بالبلد. مثل صار عندنا عادي يمكن منوعه اول شيء بنطلع على عدد على على, على كورونا، يعني صار عندنا هيك عادي على 8 و10، يعني بين 8 و8 ونص دايما عم نفتح تليفوناتنا قديش الاعداد اليوم، قديش الاعداد اليوم، او ننطر يعني طبعا نشرات الاخبار او اي جهه تبلغنا قديش الاعداد. للاسف هذا واقع يعني قربنا تقريبا 400 500، عدد وفاه قرب ال 500 بلبنان، وهذا العدد منه قليل ابدا. للأسف دايما منقول غسل الإيدين، التباعد الاجتماعي، قد المستطاع بعد عن الحفلات عن السهرات بهذه الفترة، يعني نحاول قد ما فينا نكون موجودين. اليوم رجعوا على المدارس التلاميذ، يعني كمان إن شاء الله هيدا الشيء ما يزيد الوضع سوءا. بتعرف يعني بشارة العودة إلى المدارس بعتقد كل دول العالم رجعت للمدارس، ولكن بدنا نعرف كيف نرجع وكيف يعني فترة بدنا نتعايش معها بالتي هي أحسن. بكل أحوال مشاهدينا لليوم نحن وياكم رح نتوقف مع مجموعة من الضيوف ضمن لقاءاتنا الحوارية. بتنضم لي لليوم لما مزهر وهي طالبة علوم اجتماعية بالجامعة اللبنانية. لما مزهر الصبية الجامعية اليوم عم توقف إلى جانب والدها وعم تشتغل معه بزراعة العرانيس وبيعها، طبعا تحديا لهيدي الأزمة الاقتصادية الاجتماعية اللي عم بيعيشها كل المواطنين اللبنانيين من أقصى شمال إلى أقصى جنوب.
رح تكون كمان ضيفتي المعالجة النفسية نورما الحلو بيطار لنحكي عن مرض نفسي وهو مرض البارانويا. هذا مرض يعني يمكن العالم بيعرفوه بس في كتير تفاصيل بعد منجهلها، رح تكون نورما الحلو بيطار عم بتفسر لنا عنه. مر أفرام السرياني هيدا القديس اللي فعلا غني بكل الألحان اللي قدمها للكنيسة الجامعة بشكل عام وللكنيسة السريانية بمختلف أقطابها أيضا. اليوم رح يكون موضوع لقائنا جذور لا تموت عمل بيتضمن سيرة حياة القديس مر أفرام السرياني بالقرن الرابع، حيث يتضمن هيدا العمل تراتيل وأناشيد خاصة بمر أفرام. تفاصيل أكثر عن هيدا العمل برفقة الأب دافيد ملكي وهو كاهن رعية مر بهنام وسارة بالفنار طبعا للسرياني الكاثوليك. كمان رح تكون ضيفتي عبر زوم مباشرة من أستراليا السيدة راشيل حريقة وهي مغتربة لبنانية أصلا من مدينة زحلة، وانتخبت نائبة رئيس لمجلس مدينة كانتربري ببانكستاون بأستراليا، وهذا الشيء أكيد إنجاز جديد للاغتراب اللبناني رح نحكي عنه. ومثل كل نهار تنين رح تنضم لنا الإيمج كونسلتنت سارة كيروز بفقرة فاشن. يعني هول هن ضيوفنا لليوم بشارة، هذه جولتنا بشكل عام مثل عادة ضيوف متعددين أوجه من مختلف الاختصاصات والمجالات، والبداية دائما من عالم الرياضة مع طائر حسكور. تابعين معكم مشاهدينا أحلى صباح. الصحة النفسية موضوع مهم جدا، ومن كم يوم احتفل العالم باليوم العالمي للصحة النفسية لنأكد على ضرورة معالجة هالأمراض وأخذها على محمل الجد. ومن بين هالأمراض مرض البارانويا، وهو مرض إصابة بعوارض ثابتة ومزمنة ونادرة، بحس المريض بجنون الارتياب وبحس أنه كل العالم مستهدفينه ومستقصدينه. لنتعرف أكثر عن هالمرض ونفهمه بصير نرحب بالمعالجة النفسية السيدة نورما الحلو بيطار. صباح الخير نورما. صباح النور بشارة. بداية إذا بدنا نحكي عن مرض البارانويا، شو هو مرض البارانويا وشو بيعني هالمصطلح؟ بارانويا هو مرض نفسي عقلي بالإجمال، مثل ما تفضلت اندرج تحت تسميات متعددة، منها جنون العظمة، جنون الارتياب، جنون الاضطهاد، طبعا كله طبعا لمشاعر العظمة ومشاعر الاضطهاد والشك والغيرة والكراهية اللي بعيشها المريض، وهي عبارة عن معتقدات وهذائات بتسيطر على حياته وبعيش على أساسها وبيتصرف على أساسها كمان. يعني هذا مرض جدي فعلا. صح. شو هي أسباب البارانويا؟ يعني اليوم هل الأسباب وراثية فينا نقول؟ بالمجمل ما في سبب موحد، إنما في كتير أسباب بتساهم بأنه يحصل هذا المرض، على يعني من أهمهم هي الوراثة. وبس نقول وراثة يعني التاريخ العائلي للمريض بيكون في عطول يعني بالجينات. بالجينات صح، العوامل الجينية. منضيف عليه كمان التربية، وسائل التربية بالبيت يلي والأسلوب اللي بيعتمده الأهل إذا كان عندهم هن شخصية بارانويدية أو إذا هن عندهم بارانويا، ولا نفترض ما كان بالوراثة الجينية، ممكن كمان يكتسب جراء اعتماد أسلوب الريب والشك والاضطهاد وتحليل الأمور بطريقة سلبية والتسلط بالبيت بالجو الأسري. هذا كله بيصير بتقمصوا الولد من أهله كونه الأهل هن مثال يحتذى. معقول العوامل يعني الخارجية يعني الضغط النفسي، التوتر، يمكن المشاكل الحياتية اليومية تأثر على أنه تخلق هذه الحالة عند المريض؟ بتأثر بس ما بتسبب، إنما إذا ما نحكي عن عوامل خارجية فينا نحكي عن التعرض لصدمات معينة بشتى أنواعها، وتحديدا كمان صدمة الخيانة عند المتزوجين أو عند بالعلاقات الحميمة. كمان في عنا الإدمان، الإدمان على العقاقير وإدمان على المخدرات، من كوكايين، من إيروين، من حشيش، LSD، أنفيتامين، كلهم هيدول بيساعدوا المريض أنه يصير يتوهم أكثر ويفسر أقوال وأفعال الآخرين بطريقة سلبية وبطريقة بتخدم هالميول اللي يعني عنده. هو عقدة نقص ولا جنون عظمة؟ لا هو جنون عظمة، بس أكيد هو بطفولته عاش عقدة نقص، فهي واحدة كمان من المسببات. إهمال الأهل للولد، الحرمان العاطفي، كله هذا بمرحلة الطفولة هن من المسببات والعوامل يلي بتأسس لحدوث هذا المرض. يمكن عم نقول أنه المريض يمكن بيشعر أنه كل شيء حواليه عم بيحاك ضده، بحس حاله مستهدف، بحس حاله أنه كل الناس مستقصدينه. اليوم كيف تعملوا أنتوا تشخيص دقيق لتتأكدوا أنه فعلا في حالة بارانويا؟ بداية التشخيص منبلش فيه نحن بالأمور الطبية المرضية، بنطلب من المريض أو من أهله أنه يقوم بكل الفحوصات وكل التصويرات اللازمة عن طريق البسيكياتر، ومن بعدها نحن ساعتها منواكب المريض بالتشخيص. بداية على رأس الأمور اللي فيها تعطينا فكرة أنه هو عنده بارانويا هو شعور الاضطهاد وشعور العظمة.
في كثير ناس يمكن بالمجتمع منحس عندهم هالأوصاف فينا نقول بس ما بنعتبرهم مريضين، ولا يمكن هن ما بيعتبروا حالهم ناس مريضة، يعني يمكن فينا نقول عنهم نعطيهم أوصاف بنقول هول ناس عدائيين شرسين، يمكن ناس عندهم جنون العظمة عقدة نقص. كيف فينا فعلا نفرق إنه هيدا فعلا مرض ولا صفة عند الشخص؟ بالمبدأ في فرق كتير كبير بين مريض البارانويا والشخصية البارانويدية. مريض البارانويا فعليا هو ما بيعتقد حاله مريض، وهو صاحب الحق، هو صاحب المنطق، هيدي لا محال. أما الشخصية البارانويدية فهي بيكون في عندها السمات الاستعدادية للي بتهيئ شخصية ممكن تروح على مرض البارانويا. من أهم سماتها في عنا العناد، في عنا عدم تقبل النقد، وبالوقت نفسه هي كتير بتنتقد الآخر، عدم القدرة على مسامحة الشخص اللي أخطأ بحقه لو بعد حين. طبعاً هو إنسان غير مرن، عنده كتير نفور من الآخر. بحسب البوست تبعه بالحياة في عنده تصرفات مختلفة أو أسلوب ونهج حياة مختلف على سبيل المثال وليس الحصر. إذا مثلاً عم نحكي عن رئيس عمل، هو إنسان ما بيقبل أبداً أي مهام بالمؤسسة يمرق إلا من تحت أمرته ومن تحت نظره، وبكون عنده إدارة عنيفة ومتسلطة بالمؤسسة. يعني بس نحكي اليوم عن شخص بارانو، هل هيدا مفروض يكون موجود بكل أصعدة حياته، ولا فيكون مثلاً شخص بس بارانو بالعمل وبيشعر أنه هو بمجال عمله مستهدف يمكن الناس مستقصدته؟ نهائياً هو على مختلف محاور الحياة، إنما بيصير في تراتبية وبرايوريتي من محور عن آخر على حسب هو قد يعطي أهمية لهذا المحور بحياته، بس بالإجمال هي على كافة مستويات الحياة. في صعوبة عند المريض اليوم إنه يتقبل هالوضع، يعني اليوم بس يوصل لعندك ويعترف إنه هو عنده مشكلة أو حالة مرضية هي هيدا المرض اللي عم نحكي عنه البارانويا، ساعتها ببلش مرحلة العلاج؟ يعني لازم بالأول يقتنع إنه هو في فعلا حالة مرضية لازم يعالجها؟ وهذا بينطبق على كل الأمراض النفسية. First step من العلاج أنه الإنسان يعترف ويقر أنه هو عنده حالة نفسية، لأنه هو إذا بحالة الإنكار بالتالي إحنا ما حنقدر نعالج. عم بيشعر بحالة انزعاج نوعا ما؟ بالمبدأ هو البارانويا ما بيشعر بهيدا الشيء، بينزعج من اللي حواليه لأنه هني غلط، وهن بينزعجوا منه، وهن طبيعي عم ينزعجوا. مشان هيك في ضرورة للعلاج وصعوبة أنه هو يجي على الكلينيك أنه يتعالج بصعوبة. هل الموضوع تابو نوعا ما بالمجتمع يمكن؟ كعلاج نفسي ان جنرال بلشت الناس اكثر تتعاطى مع الموضوع بواقعيه وعطوه حقه اكثر. اما بما يتعلق بالبارانويا ومريض البارانويا، بغض النظر علاج نفسي او علاج دوائي او حيال انواع العلاج، هو بيرفضه لانه هو منه مريض بنظره، هو انسان كثير منطقي وكثير صح. انه اليوم يمكن مريض البارانويا يمكن بيأذي نفسه ولا بيأذي الناس اللي حواليه، معقول يأذيهم بطريقه مباشره او غير مباشره؟ نحن اذا بالمجتمع في حدا حوالينا بيعاني من هالمرض، كيف بدنا نتعامل معه؟ تعامل جدا دقيق. مفترض نحن نعمل على احتواء هذا الانسان، على انه نحن ما نفرجيه انه نحن ضده، بالعكس نحن نهتم فيه ونفرجيه ونحن هون كرمالك. هو اصلا عنده هالعقده انه كل الناس ضده، يعني بالضبط بالضبط. فهذا الشيء كثير بحسسه بالامان، ما نحسسه ابدا انك انت مريض، لانه كمان هذا الشيء بشكل له نفور. ايه عنده مقدره على ايذاء الاخر فيما لو شاف انه الاخر عم يخطئ، وبالتالي بيكون العقاب له هو الايذاء المتعمد، وإذا الذات كمان ممكن يوصل للانتحار فيما لو هو حس بعقدة ذنب تجاه حدا أنه هو أخطأ بحق حدا. يعني الموضوع لهالدرجة جد اليوم؟ جد وخطير. ليه بيتم ربط البارانويا أوقات بالنوم؟ يعني بيقولوا يمكن lack of sleep أو قلة النوم معقول تخلق بارانويا، أو العكس يمكن معقول مريض البارانويا يكون عنده إنسومنيا أو قلق؟ إذا بدي رد على السؤال بقصة أنه السبب قلة النوم بيؤدي للإصابة بالبارانويا، مش للإصابة بحد نفسها، إنما ممكن نعيش حالة اللي بيعيشها الشخص البارانويدي اللي هي هلاوس وهذيانات، لأنه نحن جهازنا العصبي تعبان، إنما ليس سبب رئيسي وموحد أنه كل شخص ما بينام منيح بيروح على مرض البارانويا، أكيد لا. نعم. وبالجزء الثاني من السؤال، يعني اليوم معقول المريض البارانو ما يكون عم بينام منيح من وراء مرضه؟ منا حكر، هي نسبية بين شخص وشخص. نعم. ومثل مثل باقي الأعراض كلياتها هي بتختلف بين شخص وشخص. نورما، شو هو العلاج الأفضل للمريض اليوم؟ عندنا العلاج الثنائي، العلاج الدوائي حكما نيروليبتيك بده ياخذ مضادات ذهنية عن طريق بسيكياتر،
والعلاج النفسي السلوك المعرفي يلي هو أجدر علاج بهذا السياق، يلي هو بيقوم على إعادة المريض للواقعية أكثر ليتقبل الأمور والحياة بأقل ذاتية وأكثر موضوعية. يعني علاج طويل نوعا ما؟ طبعا. هل العلاجات تطورت مع السنين؟ يعني من فترة يمكن أو من زمان كانوا يشخصوا المرض بطريقة مختلفة، يعالجوه بطريقة مختلفة، واليوم صار عنا يمكن تقنيات جديدة، يعني هل في تطور اليوم بعلم النفس بهالموضوع؟ فعلا، ومن هيدا تطور العلاج النفسي السلوكي المعرفي CBT يلي هو منه مدى كتير طويل، بس طبعا مش بيوم ويومين، بس هو أقصر بكتير كفترة زمنية من العلاجات النفسية السابقة لألو. يعني كنا عم نحكي كمان انه اليوم في دواء بيتاخد، معقول يصير في ادمان على هالمهدئات او هالادويه؟ يعني كيف اليوم فينا نتفادى انه نخلق مشكله اخرى من خلال العلاج؟ ما ممكن يصير في ادمان، لانه هذا الانسان عم بياخد اكثر من دواء. في ادويه لتهدئه الاعصاب ايه، بس في ادويه طبعا عم تعطينا الهرمون المطلوب لناقص لجسمه للمريض، وهذا ما بيسبب الادمان. هذا دواء على مدى الحياه؟ على دواء بالضبط. البارانويا هو انسان ما بيصح، هو إنسان مفروض يضل عم بيتعالج دوائياً أتليست. يعني نحن منعالج السيمتومز، يمكن نحن منخفف من وطئة هذا المرض، ولإدارة الحياة بطريقة أسلم وبطريقة سلسة أكثر وفيها سلام أكبر، ويكون ناجح بحياته وما يأثر سلباً لا على ذاته ولا على الآخر. في عنا أرقام اليوم عن هالمرض بلبنان ولا خارج لبنان، عدد الإصابات عالمياً؟ أنا فيني أقول لك هي بتتراوح بين 0.5 إلى 2.5%، وهذا رقم لا يستهان به، رقم كبير. يعني رقم يعتبر كبير. صح. اليوم بيقولوا دائما في ارتباط وثيق بين الامراض الجسديه والامراض النفسيه، كيف ممكن مرض البارانويا ياثر على المريض بطريقه جسديه؟ بالمبدا وقت اللي هو بده تستثار عصبيته بطريقه انفعاليه وبركانيه، طبعا هو حيصير في عنده ستريس كثير، حيصير في عنده دقه قلب، حيصير في عنده ارتجاف بالاطراف، تعرق من وراء نوبات الغضب. وهون بنصير عم نحكي مثل ما تفضلت عن البسيكوسوماتيك اللي هو نفسي جسدي، ومثل كتير أمراض تانية ممكن يصير في عنده تشنجات بالرقبة، بالظهر، أرحب المعدة، كله نتيجة التشنج والتعصيب الدائم اللي هو بعيشه. اليوم يمكن هالشخص يكون شخص ناجح بالحياة ولا بيكون عنده صعوبة للتأقلم مع المجتمع حواليه؟ كمان الموضوع نسبة، وأنا هون بحب أحكي عن ما بعرف فينا نحكي عن فيلم الشهير Beautiful Mind، كان لمشاهير، أحد المشاهير بيحكي عن حياته، هو عالم رياضيات، أخذ جائزة نوبل بالرياضيات سنة 94، وهذا إنسان أذى اللي حواليه وأذى نفسه، بس إنه هو ساينتست بالنهاية، اضطروا أهله يحطوه بمصح ليتعالج، تعالج فترة، انتبه إنه هذا شيء عم بيأثر على إنتاجه الفكري وإنتاجه المهني وإنتاجه العلمي، فقرر يطلع من المصح، وهذا بشكل استثنائي اشتغل على حاله وهو تخطى مرحلة العلاج ورجع لحياته الطبيعية. رجع يمكن لنفسه، يمكن شعر بفترة أنه ما بقى يشبه حاله. فهون على حسب حدة المرض وعلى حسب الشدة وحسب الوتيرة تبعية الأعراض من ناحية، وحسب الشخصية وحسب الإرادة من ناحية تانية، لذا الموضوع نسبي وليس معمم. معقول الموضوع نشوفه عند الأطفال؟ يعني قد فينا نبلش بكير ننتبه على اطفالنا انه ما يكونوا عم بيعانوا من هيدا المرض؟ اوكي، عند الاطفال ما ببين، انما عند الاطفال نحن بنزرع بذور وبنحصدها فيما بعد. عند الاطفال نحن لازم ننتبه كثير للعلاقه العاطفيه بين الاهل، سيما الام مع الاطفال، قد ممكن نعزز الثقه بنفسهم وندعم لهم هذا الموضوع، قد ممكن نحسسهم بالامان، نبعد عن التسلط، نكون كثير عم نقدر نتناقش نحن وياهم، لانه هدول كلهم هو بيدوروا رح يرجع يعتمدهم بحياته بعدين بأساليب معتمدة مع علاقاته الاجتماعية، وهيدا هون اللي بيأسس عند الشخص اللي عنده الشخصية البارانويدية اللي هو مهيأ للإصابة بالبارانويا. إذا ما توفر هيدا الجو بالبيت من قبل الأهل، هيدا بكون عم بيساهم، هون دور الأهل. أما يبين عند الصغار ما ببين، ما ببين. في تصرفات معينة بتلفت لنا نظرنا إنه في مشكلة عند الشخص اللي معنا، يعني هيك بتلفت النظر التيب إنه هيدا الشخص معه بارانويا؟ صح، أول شيء يميل للأعمال الروتينية كتير، كتير حريص على أنه هو يعني لأنه بينجح فيها بصير متكرر عنده، ما بحب التجدد، ما بحب حدا يشاركه بعمله. على صعيد الأصدقاء هو إنسان كتير بيعمل مسافة بينه وبين أصدقائه، وعطول بفسر الأمور بسلبية وبشك. إذا كان حبيب أو زوج عنده شك وغيرة غير مبررة ممكن توصل للانفصال. في كتير سلوكات نحن فينا نشوفها تشير انه في شيء منه موجود. بين هلالين كلها
نقدر نشوفها بغض النظر عن أنواعها أن هي بعيدة عن المنطق وبعيدة عن الواقع، هي عم هي هذاءات وليست حقيقة. نعم، يعني قد الأمراض النفسية بسيطة أوقات إذا تم علاجها وقد فيها تكون خطيرة لما منهملها؟ صح، بدءا من أبسطها وصولا لأكثر تعقيدا. يعني شو فينا نعمل اليوم نورما لننشر ثقافة الوعي أكثر عن الأمراض النفسية خصوصا بلبنان؟ يعني صح صح، مؤخرا عم بتصير الحمد لله، وهون فينا نحكي عن البارت الإيجابي للسوشيال ميديا يلي صحيح. هي ساهمت ولا زالت عم بتساهم يوم بعد يوم فعلا على نشر هيدا الثقافة ونشر هيدا الوعي وتحفيزه عند الإنسان، لأنه فعليا الأمراض النفسية هي بنفس الأهمية إذا ما بدقول أكثر أهمية من الأمراض الجسدية، لأنه نحن نفسا وجسدا، فالنفس حتعبر عن إزعاجها من خلال الجسد اللي هي لبسته، بالتالي حيكون في عنا أوجاع عن جد مرضية جسدية هي بالخلفية هي نفسية، فما فينا نستهون بالموضوع نهائيا. نعم، يعني على كل حال ضروري اليوم نزيد من ثقافة الوعي بالأمراض النفسية، مثل ما كنا عم نقول من كم يوم كان اليوم العالمي للأمراض النفسية، والصحة النفسية مهمة جدا. صح صح، أكيد كمان اليوم كل الحالات يعني ما بدنا نهمشها ولا نعزلها، بالنهاية هيدي مسؤولية مجتمعية وصحية إنه نعتني فيها ونساعدها إنه تتقدم بالمجتمع وتكون فاعلة. صحيح، لأنه كل فرد عم بيكون مساهم ومثمر بالمجتمع، كل ما أدى هذا الشيء لنشوء مجتمع سليم سليم ومتطور وناجح طبعا، والعكس صحيح. أنا بدي أشكرك نورما الحلو بيطار معالجة نفسية، شكرا على هالمعلومات القيمة، ونتمنى دايما نستضيفك لنحكي أكثر صحة نفسية. مرسي لك بشارة، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا فاصل قصير وبعده منتابع أحلى صباح. مشاهدينا من جديد لليوم حييكم، وإن ما كنتوا عم بتابعونا مستمرين سوا بمجموعة فقرات ولقاءات، لقاءنا التالي رح يخدنا إلى صلب الحياة الاجتماعية اللبنانية، رح يخدنا إلى واقع مجتمعنا بهذه الفترة من الزمن مع الضائقة الحياتية المعيشية الاقتصادية اللي عم بيعاني منها المجتمع اللبناني، وفعلا قديش في ناس اضطرت تلتجئ لبعض الأشغال الجديدة لبعض الأعمال الجديدة لحتى تقدر تستمر وتستمر بكرامة بلا ما تعوز ولا أي حدا وبلا ما تمد إيدها ولا لأي حدا. الشباب اللبناني شباب طموح، ولكن ايضا بيعرف تماما كيف يتعامل مع الازمات مع الصعوبات مع الايام اللي فعلا عم تكون ضاغطة عليه بشكل كتير كبير. بيصيرني اليوم رحب باستوديو بطالبة العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية لما مزهر. لما صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك معنا. بدي اقول نحن فخورين جدا بتجربتك لما حضرتك طالبة علم اجتماع سنة تانية تحديدا بالجامعة اللبنانية، بنفس الوقت مع الأزمة المعيشية اللي عم بيشهدها البلد قررت تكوني إلى جانب عائلتك، قررت تكوني إلى جانب والدك اللي أيضا نزح من ورشة البلاط إلى الزراعة، إلى زراعة العرانيس تحديدا، فأنت اليوم عم بتساندي بالزراعة وبالبيع بنفس الوقت، فأهلا وسهلا فيك لما. ميرسي، أهلا وسهلا. بداية بدي تخبريني عن عائلتكم، يعني أنتوا عائلة مؤلفة من كم شخص هيك؟ خبرينا عن العائلة. نحن أربع بنات وماما وبابا. عائلة صغيرة تعد يعني اجمالا، وعم نحاول قد ما فينا نقلع بهالاوضاع الاقتصاديه. تماما، هالاوضاع الصعبه على كل الناس يعني تحديدا، وما خلت حدا يعني ساوت تقريبا بين كل الناس هيدي الاوضاع. انتم اربعه بالاربع بنات وامك وبيك، طبعا ابنك بيك اليوم عم بيشتغل بزراعه العرانيس، اختك الكبيره يمكن في عندك خيه من الخيات عم تشتغل عندها شغله. صح. وعندك اثنين اخوه صغار ايضا. انت شو اللي اخذك تساعدي بيا؟ شو لك بالزراعه من الاساس؟ اجمالا انا وبابا علاقتنا كثير قويه، يعني في رابط بينه وبينه كثير قوي، بحب دائما اكون معه بكل شيء. نعم. يعني سانده بكل شيء وكون حده بكل شيء. فكان بابا بس لجأ للزراعه، اول ما لجأ للزراعه وبلش يحصل الانتاج يعني طرح فكرة انه يعمل بسطة على الارض. اي متى راح يبلش يزرع يعني؟ هلا من جديد يعني بخلال فترة كورونا، يعني خلال فترة كورونا لجأ للزراعة لانه وقف كل شغل البلط. بعد ما لجأ للزراعة وقلنا حصل الانتاج وكل شيء، طرح فكرة البسطة وانا قبلت فيها. هلا اول شيء كان في رفض من تجاه ماما انه بنت وبسطة وهيك، انا اصريت على انه لا، بدي اكون موجوده وبدي اكون حد وسنده بهالشيء بلا ما يجيبوا موظف يوقف على البسطة. يعني بيك شو كان رايه بالبدايه؟ كان رافض؟ كان
كان مع كيف كان رأيه؟ بابا اجمالا هو مع العنصر النسائي دائما باي فكره بتنطرح او باي شيء، وبحب دائما تكون عم تتواجد بكل شيء، فكان تماما. بالعكس داعم، فكان مشجع لإلك وكان حدك يعني بطبيعه الاحوال، وانت معه يعني هو مش رح يخاف عليك لانك موجوده معه بي 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 بنفس المحل. امك كانت رافضه تماما للفكره. اخواتك؟ اخواتي لا عادي ما تاثروا بالموضوع يعني. زرع اول موسم، حصد اول موسم، كيف بلشت الاشياء؟ حصل اول موسم بلشنا نبيع بالبسطة. اول شيء انا نزلت بوست على الفيسبوك بطريقه انه بس هيك تعبير عن الراي يعني، واخذت ضجه كثير كبيره يعني. شو قلتي بالبوست؟ حكيت عن بابا اجمالا، عن تعب اللي بيتعبه لحتى نحن عن جد نكون عايشين بكرامة، وخاصة انه الازمة اللي نحن عم نقطع فيها والدولة اللي ما عم بتساعد ابدا اي شخص او عم بتكون مثل ما بيقولوا ملجأ كوطن. فحكيت عن هاي دول المواضيع، فكر ملك يمكن اخذت ضجة اكتر لانه كلنا عم نعيش هالازمة بسبب الوضع والدولة وتأثير الدولة على هالمواضيع. تماماً يعني هذه الأزمة اللي عم بعيشوها كل الناس. بعد ما كتبت البوست وشي خبرينا وين البسطة؟ هي بالنعمة، حد الأرض دغري. يعني على الطريق العام يعني الناس فيها بقلب الضيعة، بقلب الضيعة مش على الطريق العام. نزلتي على البسطة أول يوم، أول يوم خبريني عن أول يوم من الصبح كيف بلش هذا النهار؟ أول شيء كانت ردة الفعل الناس كانت شوي هيك غير يعني بتضحك. بنت واقفة على بسطة لأنك بنت حنوقف مثلا، أو لأنه أنت بنت وقاعدة حنجي نشتري من عندك. كذا شخص يقولوا لي مرقنا من كذا بسط حد كذا بسطة بس ما وقفنا اشترينا، بس لأنك بنت حنوقف نشتري. يعني هيدي ردة الفعل كانت شوي حلوة ومضحكة بنفس الوقت يعني. ما كان في كتير ردات فعل سلبية غير بعض الأشخاص اللي أخذتها من منحنى تانية يعني أنه بطريقة غير يعني تماماً. الناس مش لابس حجاب ما بعرف يعني شو يعني الناس اللي بدهم يحطوا إنا بكل شيء شو ما كان الموضوع هون ما فينا نتصرف معهم. شو ما عملت ما لح ترضيهم. أول أنت كصبية لما بدي يعني عارف أنت الصبح فقتي، عارف اليوم أول يوم شغل فعلي، بتنزلي على البسطة بدك تسلقي العرانيس بدك تبيعيهم للناس، يعني كيف كان يعني أنت على الصعيد شخصي كيف كنت بهذا اليوم؟ كنت متحمسة؟ كنت خايفة؟ كنت عم تقولي لا بدي أعمل هذا الشيء لأنه مجبورة أعمله؟ ولا يعني خبريني عن شعورك أنت بهذا النهار. لا بالعكس ما كنت مجبورة أبدا، كنت كتير متحمسة وكتير مشجعة على الموضوع. أول شيء عم بظهر ظاهرة جديدة بالمجتمع اللي هي أنه وجود المرأة بهيك أشياء حتى يعني اللي هي بيعتبروا المرأة هي مش لهالمواضيع يعني مش للكدح ولا للتعب ولا لهالأشياء تماماً. فهي ظاهرة جديدة بتعد يعني أكيد في كتير قبلة وفي كتير بعدة بس أنه تعد ظاهرة صحيح جديدة صحيح. كنت كتير محمسة لأنه أنا أصلاً طالبة علوم اجتماعية، فخلق ظاهرة جديدة حتساعدني أكتر لحتى أبني استمارات وأعمل كتير أشياء أبنيها لبعدين باختصاصي تماماً يعني. تماماً. وعندك تجربة على الأرض يعني رح نقوله في تجربة عم بتكوني تجربة. لما خبريني عن يومياتك يعني أي ساعة بتفيقي كيف تتوجهي شو الأشياء بياخديها معك يعني خبريني هول تفاصيل لوجستية. أول شيء بروح على البسطة الساعة 12 بكون موجودة فوق الظهر 12 الظهر باخد معي طاولة وشمسية وكرسي والدرع من عند بابا بالأرض احنا دغري حد بعض العرض حد 100% فبس باخد معي هول الأغراض وبحط الطاولة وببلش حط الدرع يعني بتحطي الطاولة بتحطي الدرع وبقعدي هذا الوقت اللي قاعدة فيه شو بتعملي؟ حسب أيام بقرأ أيام بلعب على التلفون بساعد بابا أيام شوي وهيك وبس يجي عالم بكون بوقف عم بيع العالم بتكوني عم تبيعي يعني. عم تبيعي ناس كل أحوال نحن عم نتابع الصور وعم نتابع عملك وبرجع بأكد لما نحن جدا فخورين فيك جدا فخورين بهذه التجربة لأنه نحن هذا هو الشباب اللبناني الشباب اللي ما بينطر يعني أنه يكون عم بيعيش بلا كرامة هو شباب بيعيش بكرامته لو شو ما كانت هيدي الظروف. الناس اللي بتقطع لعندك قلتي لي بتتعدد الأراء، ناس بتقول نحن وقفنا لأنك بنت، وقفنا لأنه في شيء غريب يعني على البسطة أجمالا ما بيكون في بنت، الناس ما بيعجبها الوضع، في ناس بدها بين هلالين تتساءل بركي كمان بدها توقف يعني هيدي طبيعة بعض الناس.
في ناس عبالة تشتري، في ناس بدها تفاصل بالشراء بالسعر، في ناس يمكن وضع على قد بتاخد عرموسين ثلاثة على قد البيت. خبريني عن هيدي المروحة الكبيرة من الناس. هلأ بسبب الضجة اللي صارت، عالم اجت من الشمال ومن الجنوب، واجا عالم كتير عن جد من مناطق كتير مختلفة. نعم. في عالم كانت بس قصدها انها تجي تدعم. يعني تدعم بأقل ما يمكن يعني. صحيح. في عالم كانت انه ايه اكيد في عالم كانت تجي على قدها، في منهم كانوا يجوا ما يحرجوا بالسعر بس مثلا ياخذوا عرنوسان. تماما. عرفت كيف؟ يعني على قد ما هن قادرين، وهالقد الوضع صعب بهذه. ايه في كثير عالم عن جد مش ما كانت قادره تشتري، مع انه العرنوس كان بألف يعني. تماما. مش تماما. هالغلا يعني. في عالم كانت انه لا ما فرقه معها يعني، انه بتجي بتشتري قد ما هي بتقدر يعني. تماما. هي تماما. حصيلة كتير قليلة من المجتمع يعني. معظم الغبائين كانوا عن جد مش قادرين يعني. تماما. غير دعما. تماما تماما. يعني هذه كثير من الناس، طبيعة الناس اللي عم توصل لعندك، يعني أنواع وأنواع من الناس، بعتقد هالشي كمان بشكل لك ثقافة ومعرفة. بتشوفي كل هذه الوجوه، تعاطي مع ناس من يعني من مختلف الأوجه إذا صح التعبير. لما حضرتك طالبة علوم اجتماعية ما خفتي من التنمر؟ يعني خليني أكون واقع أنا وياكي، ما خفتي أنه نزلتي لهيدي المعركة الحياتية وأنت بتعرفي تماما في ناس هوايتها التنمر، وأنت نشرتي على السوشيال ميديا وما كنت خايفة أبدا، بينك وبين نفسك ولا مرة قلتي أنا معقول أتعرض للتنمر من ناس؟ يعني شي بيشوفني بلا حجاب لازم أنا أكون محجبة، شي بينظر لي نظرة سلبية فقط لأني بنت وقررت أشتغل، ناس ما بعرف عبالها تفكر على ذوقها كمان، ما خفتي من هالمواضيع؟ هلا أنا أجمالا أول ما نزلت البوست عن جد ما فكرت بهالمواضيع أبدا يعني. كان تعرضتي لهم؟ إيه تعرضت لهم بطريقة أنه في حدا قبلي بنوت كمان فتحت فرن صغير، ما أخذت ضجة إعلامية كبيرة، وبالعكس أنا بشجعها يعني. تمام. بس هي لجأت من طريقة تانية بعد ما بحبشت على الموضوع، لجأت لطريقة تانية أنه هي كانت عم تدعم أحد من السلطة يعني، عم تحكي بفخر من أحد الزعماء كرمالك تعرضت للتنمر. أنت تعرضتي للتنمر ليش يعني؟ لأنه أنا ما تعرضت للتنمر مثله. يعني شو أبشع شيء قالوا لك يا بركة؟ أنه أنت لأنك منك محجبة العالم أخذت وعطت معك أكتر، وأنه بس هيك يعني أكتر شيء. دايما يعني دايما الهجوم على البنت من هيدا مش من الحجاب كحجاب يعني، هجوم على البنت دايما من هيدي النقطة، النقطة اللي لها علاقة بكيانة كست كبنت تحديدا. مع العلم نحن يعني كمان من اللي بيفتخروا بكل فتاة لبنانية محجبة قررت تتحجب لأنعاطها ولهيجي شو بتشوف. لما الناس اللي تنمروا اللي تعرضوا لك للتنمر كيف تعطيتي معهم؟ رديتي؟ ما اهتمت بس انه قريت الاشياء يعني، وانه ما هلا بينك وبين نفسك ولا مرة قلتي يعني هالشغلة يعني شو أخذني لهالمحل؟ هلا أكيد استفزت من التنمر يعني إنه بهيدا الموضوع، لأن ما بعتبر الأنثى أو أي مرأة كانت موجودة بقلب هيدا المجتمع هي تقدر تشخصها أو تعمل أي شيء عليها. تماماً. أو تكون فكرة عنها بسبب لبسها أو شو بتشتغل أو شو بتعمل، لأنه مش كلنا مثل بعض، كل واحد عنده وجهات نظر مختلفة. تماماً. هذه الصور النمطية اللي بنرسمها كمان صار الوقت بعتقد أنه نتخلى عنها، نخفف منها. ما خفتي على أنوثتك لما يعني اليوم بنت عم تشتغل شغلة فيها تعب وإلى آخره؟ يعني بتعرف صبية مثلك يمكن بتكون أهم شيء بهذه الفترة، خاصة هي صورتها كأمرأة، ما خفتي على هذه الصورة؟ صورتي كأمرأة هي أنه أنا أكون قوية وواجه كل المصاعب اللي عم نقطع فيها، مش كون بس عم فكر بالأشياء الثانوية بالنسبة لألنا يعني. تماماً. بالعكس أنا واجه هالمصاعب لأقدر أنا أوصل للي أنا بدي إياه بعدين وكون مرتاحة يعني، إذا ما واجهتها هلأ حواجهها بعدين. فبالعكس أنوثتي ما راحت، بالعكس زادت، لأنه أنا قويت من حالي وقويت من شخصيتي لحتى أقدر أوقف فيها بعدين. تماماً. عندك علامات استفهام على كيفية تعاطي المجتمع معك لبعدين؟ يعني بتعرفي نحن للأسف بمجتمع أوقات ما بيرحم يعني، وأنت صبية أكيد بده يكون عندك ارتباط بالمستقبل، بيكون عندك عائلة، يعني أنت بكرة رح تخبري أولادك أنا أكيد عن قصة نجاح وعن مقاومة داخلية موجودة عندك، وبكل فخر يعني بكل صراحة، ولكن بتخافي يعني شو معقول هيك تردد؟ أنت
رايحة على ارتباط انه هيدي بيات العرانيس، يعني انه بتخافي من هيدي الجملة؟ هلا اجمالا بعد ما صارت الخبرية كتير عالم صاروا عن جد ما يعيطولي الا باسم بيات العرانيس يعني. بالعكس انا بفتخر بالشي اللي عملته كتير وبعتز فيه لانه انا وقفت حد بي وكانت سند له بالوقت اللي بيعتبر مجتمعنا انه بس الشاب هو السند للوالد. فانا كنت كتير بفتخر انه لا انا بنت وبقدر كون سند لبي وبقدر تماماً. بقدر ساعده بكل الاشياء اللي عم بتعمل تماما بكل احوال. يعني القصة اللي عم تخبرينا هي مدعاة فخر بكل ما الكلمة من معنى، ولكن عم حاول دائما هيك فرجيك يعني نضوي على الصورة الثانية اللي هي للأسف يعني اشياء نمطية ومجتمعنا مش عارف بقى يتخلى عنا ببعض المحلات. ساعات عملك من 12 الظهر لأي ساعة؟ لثمانية المساء. البسطة موجودة طريق النعمة الداخلية تحديدا، هيدي البسطة اللي فيها عيلة، يعني خلينا نقول الحلو يعني هيدي بسطة لعيلة، عيلة قررت تكافح بهيدي الأوضاع وتبيع بيع رانيس درة لتقدر تدلع عيشي بكرامة وما تعوز حدا. لما رجعتي على الجامعة سجلتي هلأ؟ صح 100%. هلأ بدي أرجع أنه أكيد بدي كفي جامعتي طبيعة الأحوال واستمر يعني لكفي بعدين. هلأ إجمالا هلأ خلصنا موسم الدرة يعني. بابا بعده عم يزرع أشياء تانية يعني تمام. ما بعرف أنه كيف بدها تدور الأوضاع يعني إذا بنرجع بنفتح بسطة أو لا. أكيد يعني إذا رجعت صارت حكون حده لبابا، رح تكوني يعني دايما حده. اليوم بعودتك على الجامعة، طبعا الصفوف ما بلشت بالجامعة اللبنانية بعدنا ناطرين الأشياء كيف رح تمشي. بتفكري تعملي بروجي عن الموضوع؟ يعني خاصة أنت عم تدرسي علم اجتماع، وبعتقد بصلب اللي عملتيه هو في علم اجتماع، وهذه ظاهرة اجتماعية بتدل على مدى تردي الوضع الاقتصادي بالبلد. معقول تروحي لتعملي بحث بهذا الإطار؟ أكيد يعني حتى كنت عم فكر أنه البحث تبع آخر سنة تبعي أنه يكون عن هيدا الموضوع، بروجي فينال بالجامعة تكون عن هيدا الموضوع، تكون عن هيدا الموضوع لأنه بقدر أول شيء أنا اللي كنت بالواقع تبعي. تاني شيء أنه الاستمارة حكون أنا عم بعملها يعني، والمجتمع أوردي شفت ردة الفعل حأرجع أشوفها مرة تانية، حكون درستها مزبوط تماما يعني. لأنه شيء عشتي واختبرتي أنت كصبيجي. لما اليوم أنت شو طموحك يعني انت بالحياه كلمة عم تدرسي علم اجتماع، شو هو طموحك؟ شو بدك تعملي؟ هلا انا اجمالا عم فكر بالارشاد والتوجيه الاجتماعي، دائما بطمح له يعني. كثير مجتمعنا ما كثير بيتقبلها بالمجمل كمان، مثل علم النفس يعني طبعاً. للاسف بس انه كثير بطمح للارشاد والتوجيه والاجتماعي، لان عن جد مجتمعنا بده ارشاد وتوجيه اجتماعي. لا بده يكون، وهذه حاجه بكل المجتمعات بكل أكيد احوال، ومنا نحن زياده لانه عن جد منا موجوده عنا. تماما فبطمح لها، وبطمح لها بطريقه كليا مختلفه، بتضحك علي العالم فيها اجمالا. انه بطمح روح على سجن رومي ارشد المساجين هناك، وعلى مستشفى المجانين، لانه هول الامراض العقليه بطبيعه الحال، الامراض العقليه انه هول الناس مش مجانين مثل ما بيوصفون العالم، بالعكس عندهم يعني عندهم خلفيات وصلتهم لهون. صحيح. بتحبي تروحي لهول المحلات اللي فيهم صعوبات كثيره لحتى تكوني الى جانب الناس وتأدي شغلك بهذا المحل، تعملي الرساله تبعك بهذا المحل. لما اليوم لكل شاب وصبيه مستسلمين يعني قايلين انه لا حول ولا قوه، قاعدين بالبيت من نق ما عندنا شيء نعمله، شو بتوجهي لهم؟ يعني بتعرفي نحن كمان طماعين كشباب لبناني، يعني يا بدنا دغري نعمل مدير، يا دغري بدنا معاش بالملايين، يا اما ما بنشتغل، يعني هذا واقع عند الشباب اللبناني للأسف. مش عم بعمم ولكن هيدي الصوره موجوده، كيف تتوجهي لهول الشباب؟ اول شيء ما نفقد الامل، بعرف انه نحن بدوله كثير مزريه ومكرفه والكل شيء، بس ما نفقد للأسف الامل. هيدي الاوضاع اللي وصلنا لها. ما نفقد الامل، وما فينا نوصل للي بدنا اياه دغري. يعني نحن بنمشي ستيب ستيب بهالحياة بكل شيء، نحن اولاد لنصير كبار عم نمشي ستيب ستيب. فحتى بالاشغال اكيد ما حدا مننا بيطمح يكون ويترس او بيطمح يكون قاعد على بسطة او شو ما كان الاشغال اللي عم نشتغلها، ما حدا مننا بيطمح له. تماما. بس بالعكس انا بلش بهالقد مبلغ لحتى اقدر اوصل للمبلغ. صحيح. اللي انا بتمناه اكيد مش غلط يعني. فترة يعني هي مرحلة انتقالية، فترة صعبة على الكل، يعني شو ما قدرنا اشتغلنا بهذه الفترة، شو ما قدرنا عملنا لحتى فعلا ضل واقفين على اجرينا وما نعوز حدا، بعتقد هذا الافضل لنا كلياتنا. انا بدي اقول لك لما انه
بالفعل نحن جدا فخورين فيك، جدا فخورين بهيدي التجربه. نيال اهلك فيك هذا بدايه، ونيالك باهلك اللي ايضا قرروا ما يعوزوا حدا ويشتغلوا من عرق جبينهم. يعطيك الف عافيه لما نحن منشجعك دائما. ان شاء الله بنشوف مواسم ثانيه وبنشوفك على البسطه، مش لانه نحن بنحب نشوفك على البسطه، لانه هيدي مرحله انتقاليه، ونحن بنشوف حالنا بكل شاب وصبيه لبنانيين قرروا يواجهوا وما قرروا يستسلموا. اهلا وسهلا فيك لما مزهر، طالبه علوم اجتماعيه بالجامعه اللبنانيه طبعا، وبقت العرانيس اللي بكل فخر يعني، لانه هيدي مرحله رح تاسس لك لامور كثير حلوه بالحياه. اهلا وسهلا فيك لما، شكرا لك. شكرا مشاهدينا، الى فاصل قصير ومنتابع، خليكم معنا. عودة مشاهدينا لنتابع أحلى صباح، وبهالفقرة مندوي على قصة نجاح جديدة للاغتراب اللبناني اللي عم بيثبت يوم بعد يوم إنه قدر يرفع اسم لبنان عالي بالخارج وقدر يكون خير تمثيل لإله. رشيل حريقة أسترالية من أصل لبناني وتحديدا من منطقة زحلة عروس لبقاع، وعم بينلمع عم بيلمع اسمها بالخارج من بعد ما تم انتخابها نائبة رئيس مجلس لمدينة كانتربري ببانكستاون بأستراليا، وهذا منصب كان شغله أصلا المغترب اللبناني بلال الحايك. لنتعرف أكثر على راشيل ونتعرف أكثر على مسيرتها ونحكي عن هالخطوة المهمة بحياتنا بحياتها بصيرنا أنه تنضم معنا اليوم عبر زوم مباشرة من أستراليا. Good morning Rachel, or shall I say good evening? Good morning, yes, good evening over here. Thank you for having me today. It's a pleasure having you this morning on Lebanon's public TV station, Télé Liban. We would like to shed some light on your recent achievement. I know you have been elected as Deputy Mayor of the City Council of Canterbury in Bankstown in Australia. But first, please tell me, how long have you been living in Australia and when did your family leave Lebanon? So I've been living in Australia all my life. So I was born here and my parents have migrated to Australia for recent, like when they were around 20 years of age. So so they've been living in Australia for quite a few years. And around when did your family leave Lebanon? They left at around 1988. Yeah. And how old were you at the time? So I was born here in Australia. Okay. اوكي، لكن عم بتقول راشيل انه هي اهلها هاجروا على استراليا سنة 88، وهي ولدت باستراليا ما عاشت بلبنان ابدا، وهي عايشة بمدينة كانتربري من وقتها. ريتشل، in 2017 you were elected to the city council of Canterbury Bankstown in Australia but you were only 23. How come you assumed this responsibility at such an early age? Is this something common in your city? So it is not quite common in my city actually. I believe I am the youngest deputy mayor of Canterbury Bankstown. You know, in Australia it is a democracy country. I mean, you know, race and age has no barrier. It all depends on the individual and you know, if they want to proceed into a political career, by all means go for it, as long as you have the right mentors behind you and you have the community mindset, there is no barrier. عم بتقول ريتشل انه هي تم انتخابها عضو بمجلس البلدة اللي هي عايشة فيها، كان عمرها بس 23 سنة بال 2017، وبتقول انه هيدا شيء منه عادي او طبيعي ببلدتها، وهيدا امر يمكن استثنائي، هي تعتبر الاصغر بتاريخ هيدي البلدة لتدخل المجلس البلدي، وبتقول ايضا انه لانه استراليا يعني دولة فيها ديمقراطية ما في حواجز امام تقدم الفرد اذا حابب يخدم بلده او منطقته، في بحي العمر انه يتقدم ويترشح ويمكن ينجح مثل ما صار معه. ريتشل، you were recently appointed as deputy mayor of the city council. Tell us more about this step. How did it happen? So the deputy mayor is, it all depends on the individual, you know, so the majority party, which in Canterbury Bankstown holds, it's called the Labor Party. So we hold the seat majority, and what happens through the process is it all depends on, you know, just getting, you know, the numbers together, and whoever's got the most numbers and whoever's got that support behind you, you'll be elected as a deputy mayor. So you presented your candidacy?
You were a candidate? I was a candidate, yes. اوكي سو عم بتقول ريتشل انه هي قدمت ترشحها مؤخرا لتكون نائبه رئيس لمجلس البلده وقدرت تحصل على العدد الاصوات الكافي، يعني هي سعيت لهذا الموضوع وباخر العمليه الديمقراطيه تم انتخابها نائبه رئيس. رح نسالها شوي عن المنطقه اللي هي عايشه فيها. ريتشل، can you tell us more about the city you live in, its population, its diversity? I know you've been representing a very diverse population of more than 360,000 residents. It's nearly reached 380,000 residents. Canterbury Bankstown Council is the largest council in New South Wales, and we are very rich in culture here. We have over 52,000 that's Lebanese origin, and that's how many? Like a how many? Just can you please repeat the number? It's over 52,000 of Lebanese origin that live within Canterbury Bankstown that call Canterbury Bankstown home. اوكي عم بتقول راشيل انه بمنطقتها هي المنطقه الاكبر بالمقاطعه الاستراليه اللي هي موجوده فيها، وفي اكثر من 53 الف لبناني او مغترب من اصل لبناني موجودين بهالمقاطعه الاستراليه. Yes, so we are very we're very rich in culture. We have many diverse we have like over 132 countries that live within, you know, Canterbury Bankstown. That's so we are a very diverse community in this Canterbury Bankstown, and I'm very, very proud to be elected on this council. We are very rich in culture. So is it a town of immigrants, we can say? Yes, that's correct. نعم، يعني عم بتقول راشيل انه البلده اللي هي فيها اكثر الناس اللي بيسكنوا فيها هن من المغتربين العرب وتحديدا اللبنانيه، وكانت ذكرت رقم 53 الف شخص من اصل لبناني عايشين بهيدي المنطقه. ريتشل، what is your program or the plan you have for the term you will be serving? Any particular project or activity in mind that you have? So the project that we have already. So I got one exciting one actually. Is I am doing. This is from last year when I went to a Zahle conference, which I was proud to be representing Canterbury Bankstown. So one of the projects that emerged from that conference is I want to establish called a friendship kind of connection with Zahle to have that support with Australia and have that connection. So that's one of my proud projects that I will be, implementing. Other projects that along the way that we have established already and will be continuing is we have been doing Canterbury Bankstown Career Expo, where we have local businesses connecting with, you know, the younger generations and the older generations. They get on board with that to kind of build that connection and to employ local people within this area. Because I know there was a lot of, individuals, unfortunately, due to the coronavirus, that's lost jobs. So we'll be continuing that expo. So we have a lot of projects that will be happening, and also during my term as deputy mayor, in terms of, keep improving the infrastructure around Canterbury Bankstown. I'm a big fan of improving sporting infrastructure because it's really important for younger generations to have that facility that's really good for them. Any special project for the youth of Canterbury Bankstown? Not specifically the Lebanese immigrants? For the Lebanese, to be honest with you, I haven't even thought about that yet, but I will be in the near future. Like I said, I've got the Friendship City project that's going to be commenced very, very shortly. The Zahle municipality will be receiving a letter from myself and the mayor of Canterbury Bankstown Council, Cal Aspel, in terms of having that connection with the Zahle city to try and have that support there and try and share some information, with Canterbury Bankstown Council to improve, whether there is means to improve the Zahle municipality to try and, grab some initiatives and ideas that we have here.
نعم، عم بتقول ريتشل انه شاركت مؤخرا بمؤتمر له علاقه بزحله، مدينتها الام فينا نقول بلبنان، وكان مؤتمر له علاقه بالاغتراب اللبناني بزحله، ومن انطلاقا من هالمؤتمر بدات العام الماضي بمشروع وهو اقامه نوع من لجنه وتعاون بين مدينه زحله ومدينه كانتربري اللي هي موجوده فيها، وهي حاليا عم تشتغل على هيدا المشروع انه تطوره. كمان بتقول انه عندها مشاريع اخرى للشباب بمنطقه كانتربري، انما ايضا بعد بفكر بهالموضوع ورح يكون في بالمستقبل القريب مشاريع جديدة لمنطقتها. Rachel, I know we've been going through a difficult time now with COVID-19. How did the pandemic affect the life of your community? So the COVID-19, so what has been affected is that there was a lot of job losses within the community, which was had a huge impact on each residents that live within Canterbury Bankstown Council. It was a tough time. Even for community organisations, even for sporting organisations, because they didn't play, you know, any sports within the winter, so that was wiped off. So it was a very tough time for my community, as well as the Australia, as well as around the world, in terms of COVID-19. So it has affected the individuals. So mostly is the impact of job losses. The most that's been impacted are the ones that are not Australian citizens and that are not permanent residents, the ones that are on visas. Because some of the government, you know, haven't had implemented, you know, financial assistance to these people that are on working visas and so forth, they've been kind of impacted hard, because when they lost their jobs, you know, they couldn't turn to, you know, financial assistance with the government. But we are... Canterbury Bankstown Council is a land of generosity. We have so many community organisations which I'm very, very thankful for, and I've got numerous of ones which I should thank, you know, including Human Appeal, Lighthouse Support, Maronites on Mission, the Melkite Welfare, that have come together and that had helped the vulnerable people during this difficult time. So I have to thank the community organisations for always, you know, being there for the vulnerable. And for council, you know, we have put out some plans, in including, you know, waiving out the fees, like not allowing small businesses to pay for, you know, way dining. We have helped the sporting community organizations by not allow them to pay for the winter hire fees. And some community organisation, we have waived fees in terms of if they were hiring, yes, a venue that was wiped off for them. نعم، سألنا راشيل كيف عم بتأثر وباء كورونا على منطقتها. عم بتقول إنه صار في خسارة كبيرة للأعمال، يعني كان في بطالة عالية جدا جراء كورونا، وهذا الشيء أكيد سبب بمشاكل مادية لكثير من الناس، وخصوصا الناس اللي منهم أسترالية، يعني اللي بعدهم على سيستم فيزا، اللي هن بعد ما حصلوا على الجنسية الأسترالية، واللي بعد ما خسروا شغلهم وعملهم ما قدروا يستفيدوا من المساعدات المادية اللي بتقدمها الدولة. لكن عم بتقول إنه الكوميونيتي تبعها أو المجتمع اللي هي عايشة فيه قدروا يعني يتضامنوا ويساعدوا بعضهم ليساعدوا هول الأشخاص، كما وإنها عم بتقول إنه هي كتير فخورة بانتمائها لهيدا المجتمع اللي أيضا ساعد كل المؤسسات الصغيرة إنها تستمر وما تدفع كتير ضرائب وتكاليف بسبب جراء وباء كورونا. Rachel, you recently took part in a conference concerning the Lebanese diaspora, mainly the success stories of the Lebanese diaspora. How are you connected to your Lebanese roots? How much are you tied to Zahle, your hometown? I'm tied very, very close with Zahle. I mean, every time when I'm saying a speech, you know, whether it's through community events, whether, you know, it's through religious organisations, I always mention where I come from and what a beautiful place, you know, Zahle is. I just think that we need to have that, you know, I should have that close to my heart always, and be very thankful for, you know, that I am from a, you know, Lebanese background, where I can share, you know, the culture within Zahle. It's like unfortunate what's happening at the moment, politically and economically, and I'm hoping to see, you know, a better outcome for Lebanon as a whole.
نعم، عم بتقول ريتشل انه هي فخوره جدا بانتمائها لمنطقه زحله هالمنطقه الجميله، وفخوره جدا ايضا بالثقافه اللبنانيه، وفخوره بانتمائها للبنان، وبتقول انه هي متاسفه على كل اللي عم بيصير بلبنان واللبنانيين حاليا، وهي حابه تساعد لبنان ككل مش بس منطقه زحله. ريتشل، you've been to Lebanon before? Yes, I have. I was baptized in Lebanon, but I've recently visited Lebanon last year and in 2014. It was very unfortunate that COVID-19 has had hit this year, because I would have loved to visit Lebanon this year as well. I hold Lebanon close to my heart very much, and wherever I can, I would love to visit Lebanon, you know, every single year. But it was unfortunate this year COVID-19 has hit, which allowed us, you know, to stay put in our country. يعني عم بتقول رشال انه هي زارت لبنان العام الماضي وعام 2014، وهي كانت بتحب تزوره السنه كمان، انما بسبب جائحه كورونا للاسف ما رح تقدر تكون موجوده بلبنان، لكن هي فعلا بتحب هالبلد وبتحب تكون موجوده دائما. في ريتشل، what role do you think the immigrants can play in shaping the future of Lebanon? Sorry, can you repeat that? What role do you think the immigrants can play in shaping the future of Lebanon? As an immigrant? I think we have some delay in the voice. Yeah, sorry. I was asking you about the role you think immigrants can play in the future of Lebanon. What role can immigrants play in the future of Lebanon So the future of Lebanon is the role that they should play is, you know, they should be, you know, to have a say and have a view in Lebanon through their religious, religious organizations, or through their community organizations, to voice their opinion in how to shape, you know, Lebanon. I think it's really, really important, and I like to see, you know, the younger generation there in Lebanon. You know, and unfortunate as it sounds, that there's no, you know, job opportunities down in Lebanon, and younger generations having to go and travel, you know, overseas to try and find a job that they've studied for. I just feel as though some younger generations should persevere, you know, in these circumstances, so I can see them as future leaders one day in trying to change and shape, Lebanon. نعم، يعني عم بتقول ريتشل انه المغتربين اللبنانيين لازم يتواصلوا مع الجمعيات الموجوده ببلاد الاغتراب ليضلوا قريبين من لبنان، وكمان يكونوا عم بيشاركوا بالقرار بلبنان ان كان بالسياسه او غيره، يعني هن لازم يشاركوا بصناعه المستقبل بلبنان لانه هن جزء من هالبلد ايضا. ورسالتها للشباب اللبناني انه هن للاسف مضطرين اوقات يسافروا ليلاقوا شغل برا بالاختصاص اللي درسوه، انما بشجعهم دائما انهم يرجعوا على لبنان ويفيدوا بلدهم لبنان. ريتشل، يو ريسنتلي received an award, Ministry's award for women in local governments, among other female councillors. What is your message to young women today who look to you up as a role model? So my message to younger women is, you know, to work very, very hard. You know, if you want to achieve something, if you want to get to something, there is no barrier. You know, high positions don't come on a silver platter. You just got to work hard for it, and don't let anyone stand in the way. You know, we have to break this glass ceiling. And being a young female deputy mayor, I believe, like, if I can do it, and if I'm, you know, in this position, anyone can. Don't let anyone tell you, no matter what, that you can't do it. You always have to have a positive mind, a positive aspect, and if you want to achieve something, you do it. The sky's the limit, and there is no barriers, and don't let anyone tell you that you can't do it. It comes with hard work. If you work hard and the community is behind you, then
عم بتقول ريتشل إن هي حصلت على جائزة مؤخراً كامرأة فاعلة بالمجتمع اللي هي عايشة فيه، ورسالتها للشابات الصغيرات يعني اللي عندهم أحلام يعرفوا إنه ما في شيء بيوقف بطريقهم، إذا كان عندهم حلم فيهم يحققوا، مهم هني يشتغلوا ويكون المجتمع داعمهم وهني فيهم يحققوا كل أحلامهم كنساء فاعلات بالمجتمع. ريتشل، anything you'd like to say to us in Arabic before finishing this interview؟ صباح خير، كيفكم؟ نحن منيح. Rachel, thank you so much for being with us this morning. It was a pleasure having you. We hope all the best for you in your future endeavors. And we really hope to see you soon in Lebanon. Keep making us proud. Thank you. Allah yahmi Lebanon. I hold it very close to my heart. God bless you all. God bless you. This is what we all say. مثل ما كانت عم بتقول ريتشل، الله يحمي لبنان. مشاهدينا، فاصل قصير وبعده منتابع أحلى صباح. الثلاثة كنيسة سريانية يعني بطبيعتهم الأساسية، تمام. فهيدا يلي خلاني أساسا فكر وأعطي اسم العمل جذور لا تموت، لأنه شو ما كنا نحن اليوم، بس ما فينا ننكر أنه كلنا من جذور واحدة، تماماً. والمنبت واحد والمنشأ واحد، تماماً. هذه الجذور السريانية اللي أسست للمنطقة بشكل عام، يعني بكل الأحوال، يعني مش بس عم نحكي عن طوائف ومذاهب وعم نحكي عن ديانات، عم نحكي عن طبيعة عيش وحياة لكل هذه المنطقة اللي نحن عايشين فيها. حضارة كاملة متكاملة. للأسف السياسي بتبعدنا عن هذه الجذور، بتبعدنا عن هذه الحقيقة، ولكن هي موجودة وفي كتير أدلة تاريخية. بكل الأحوال عنا هيك بعض المشاهد من جذور لا تموت اللي حنتابعهم. أول ما يصيروا جاهزين بدي تخبرني يعني كيف نصيتوا هذا العمل، يعني هل هو عمل فني، عمل توثيقي، تاريخي، كيف بتوصف لنا إياه؟ هو عمل وثائقي مصور. نعم. في جانب فني، نعم، بس بالنهاية كله مشغول بطريقة أكاديمية، يعني اليوم كل كلمة أو كل لحن أو كل فكرة موجودة يجيبينا من مراجع، يعني طبعاً. اليوم أي تلميذ جامعة إذا عم يعمل بحث، يعني حضرتك وأبونا بيير وأبونا روجي، يعني عمل ممنهج دون أي شك، يعني حدا بشكل في يرجع يعني. وكمان أكيد بوجه ودايما بوجه تحية، وأكيد يعني منصلي على راحة نفس المونسينيور بولس الفغالي يلي للأسف ما لحقت وصل له العمل، لأنه بالأناشيد يلي طبعا مرأة فرام يلي طرحتهم كان ترجمة لأبونا بولس. فبرجع وبقول لك قد ما كان في هون وهون وهون إشياء، بس عم برجع ببرم ما بلاقي، عم جيب من عند الموارنة وعم جيب من عند السريان كاثوليك وعم جيب من عند السريان أرثوذكس، يعني يلي بيشتغل عن جد بيعرف ما في فصل، تماما، يعني ما في فصل، بس عم ترجع عم تشتغل بالتاريخ ما فيك تفصل. هلا كل حدا عدل يعني على ذوقه، كل حدا اخذ جزء من هيدي الالحان، جزء من هيدي الكلمات، ولكن المنبع واحد بمحل من المحلات. مطرح من المطارح انا بحب اقول انه معلش صار في غنى كمان بالهيدا، يعني مش دائما كمان بدنا ننظر للموضوع انه هو حرب او أبداً تناحر. لا، في كتير اشياء كمان كان إلا اشياء ايجابيه، يعني كان في تميز معين صار انه الالحان السريانيه بكل مطرح اخذت طابع معين، صحيح، يعني صحيح. كل كنيسه اخذت اشتغلت على، لا احكي عن هذه النقطه شو الطابع لكل محل بهيدي الالحان، ولكن خلينا نروح لتيزر صغير بنشوف فيه اكثر عن جذور لا تموت. اشرق النور على يعني هيك مثل ما بقولوا تيزر صغير تعريفي اكثر بجذور لا تموت. سمعنا لحن ماروني تحديدا. نعم. وفي كمان بعد ترتيلتين يونو تليتو، هي لحن سريان أرثوذكس. وفي بعوثه كمان لمرأة فرام طلبة يلي بنسميها هي طلبة بالصوم ومعروفة بالكنيسة السريانية، هي كمان بلحن الكنيسة السريانية الكاثوليكية. نعم. فما زعلت حدا بكل الأحوال، يعني الألحان عند مرأة فرام نبع ما غنية جدا، ما بيخلص جداً. يعني تنكون جدا واضحين ما بيخلص أبدا، وحلوة أنه هيدي الألحان بترافق كل
كل يعني الطقس الكنسي بكل فصوله. صحيح. يعني اليوم من بدايه السنه الطقسيه اللي نحن مقبلين عليها. مزبوط. ان شاء الله اول الشهر القادم تماما، يعني الالحان بتتماشى مع كل هذه. نعم. الحالات هذه مفارقه بعتقد مهمه جدا كمان عند هذا بدل قديش عن جد غنى كبير كبير بعد هيدا اللي نحن لهلا قادرين نوصله. بعد في كتير اشياء اكتر من اللي وصلنا لها، في بعد اشياء ما حدا مكتشفها، لهيك دايما حبيت كمان من خلال هيدا العمل شجع كل الباحثين وكل الاشخاص يلي بيهتموا كان بالموسيقى كان بالشعر كان باللاهوت يخرجعوا فيه كتير بالمخطوطات بالقصص بالسير بكتب، رجعوا في اشياء كتير حلوه فيكم تاخذوها وفيكم تشتغلوا عليها. صحيح. وتتميزوا حتى انتم تثبتوا حالكم فيها. تماما، يعني في كتير اشياء بعد ما انحكت بعد ما حدا طرحها كاشكاليات. نعم. علميه. نعم. للدراسه اليوم موجوده بمراجع الى علاقه بمرأة افرام السرقه، يعني شو هي المراجع اللي اعتمدتوا عليها ابونا ابرزها اذا صح التعبير؟ انا ابرز المراجع اعتمدت عليها عن طريق صراحه في كمان بدي وجه الشكر لمشمشون وعماد سرياني الشماس يلي ساعدني موجود بالولايات المتحدة حاليا عم بكفي علمه فكمان ساعدني فتت على موقع دراسات سريانية وكان في الهين والحلو انه عاملين كل الكتب عاملينهم PDF فمش مضطر بروح ونبش على كتاب وبرجع على مكتبة وبروح وتنقول مثلا عن سيرة حياة مرأة فرام لقيت شي 6-7 كتب اكيد في بالعربي وفي بالسرياني وفي بلغات تانية يعني تماماً اجنبية تماماً. فعن جد كان كتير حلو انه اوصل دايما لهول الاشياء في والحلو انه دراسات سريانية لو انه الكليريكية السريان أرثوذكس هي يلي عم تهتم فيه بمعرض ولكن نعم ولكن حتى أنا مثلا جبت مراجع أبونا بولس الفغالي الترجمات وفي لأبونا يشوع الخوري الماروني وفي لبطرك رحماني في يعني من كل الكنائس السريانية في موجود وأكيد بس الواحد بيفوت على هيك سايت بيعرف انه الاشياء موثوقه عم تكون تمام. يعني عم بيجيب كتاب بس ينقال انه نازل على هيدا السايت. صحيح. ما في مجال للشك موثوق يعني عنده مراجعه عنده مصادره مطلق. نعم. بطريقه جدا جدا علميه. ابونا اليوم قلت لي الرساله الاساسيه انه نحن موجودين، نحن اهل هيدي الارض، نحن اساس هيدي الارض، ما ابعد من هيدي الرساله اليوم طرحه لهيدا النوع من الدوكيومنتري اذا صح التعبير بهيدي الفتره من الزمن اللي الناس كلها عبالها تفل، الناس كلها عبالها تهاجر وعم بتهاجر وعم بتفل، شو أهمية هذا الطرح بهذا الوقت؟ في شغلة أنه أنا بس تعمقت وقريت سيرة حياة مار أفرام اكتشفت قديش بتشبه حياتنا نحن هلأ لأنه اتنقل هو كمان من نصيبين للروها ورجع. صحيح. بعد ما كان شماس بلشت كمان كان في بعدهم كانوا باضطهادات المسيحية ورجع بعدين صار وباء الطاعون. صحيح. مثل ما هلأ نحن عم نعاني من الكورونا تماما. وشو هالقديس العظيم يلي نزل وعم يخدم العالم وما كان يعني انعدى بالآخر وتوفى نتيجة الإصابة بالطاعون. قداش كان عنده هيدا الإيمان، قداش كان تماماً. عنده هيدا التواضع والمحبة الآخر تقدر اليوم نحن مش هينة انك تحكي عن شخص بعد 1700 سنة تقريبا بعده حي وموجود بأعماله بسيرته بهذه الغزارة بالإنتاج يعني كمان يعني نحكي عن إنتاج يعني جدا كبير يعني عفوا انه في أشخاص بيكونوا من 10 سنين وبيكون عندهم كتابات وهيدا وبيكون بترجع يعني العمق اللي عند مار أفرام هيدي المدرسة الأفرامية السريانية غنية جدا وما فيك تقطع حدا. صحيح. صحيح. ما توقف. فاليوم رسالتنا نحن وأهمية أنه حلو أنه ناخد مار أفرام مثل لقلنا منعيش هيدا الإيمان، منعيش محبة الآخر، منعيش مساعدة الآخر. إذا ما تكتفنا كلنا اليوم بلبنان وبالشرق كله إذا موقفنا إيدنا بإيدين بعض كلنا صدقوني ما في طريقة للخلاص إلا هيدا. صحيح. المحبة
وإننا ندعم بعضنا البعض، وإلا عن جد يعني النهاية يمكن بتكون كتير صعبة وإن شاء الله ما نوصل. يمكن هذا التكاتف والتضامن بهذه الفترة هو الحل الأنسب. نعم. لألنا كلياتنا لحتى نقطع هذه المرحلة بأضرار ممكنة. أبونا يعني ما فينا نمر مرور من أمام هالة مرأة فرام السرياني إلا ما نتوقف عند الألحان الكتير اللي سبق وحكينا عنها، وكل كنيسة كيف أخذت ما اللي بيشبهها من هيدي الألحان، أو عملت إذا بدي أقول هيك يعني إسقاط لنفسها على لروحانيتها لتاريخها مع هيدي الألحان. ما بعد الكنيسة أيضا اليوم الكنيسة الثلاثة الأساسية السريان الأرثوذكس سريان كاثوليك وأيضا الكنيسة المارونية في ألحان غنائية تعتمد على ألحان مرأة فرام السرياني، يعني اليوم القدود الحلبية. نعم. بكل في جمل موسيقية كاملة مثل ما هي تماما. أضف إلى أنه يقال أنه مدرسة الأخوان الرحباني هي أيضا من المدارس تأثرت مباشرة بالألحان السريانية. مظبوط، وفي موشحات حتى كمان أخدين من هال الغنى. فأكيد لأنه برجع بقول لك اليوم عم تروح أنت عتبر حالك فايت على مكتبة. مكتبة كتير مهمة. تمام. شو ما بتطلب بتطلع هيك بدك تلاقي. صحيح. بدك تلاقي موجود، فمش رح تطلع فاضي بالاخر. تماما. بدك تاخذ شيء. تماما. بدك تاخذ شيء وتطلع. بس هون عم نحكي عن الالحان، اكيد بحب وجه الشكر لجوني كرم يلي كان هو لقلو الاعداد الموسيقي لأساس جوني كرم، يعني عمل كامل متكامل بيضوي اكثر على مرأة فرام السرياني القديس اللي فعلا حب هذا الشرق مثل ما هو حب وأعطاه. نعم. كتير من يعني من مواهب وأيضا الله من مواهب إلى علاقة بالكتابة وبالألحان، وإنتاج غزير جدا على بهذا الصعيد. نحن بنشكرك على هذا العمل. مرسي. بس إذا بدي نوه على شغلة أنه ريع العمل راجع لمساعد الطلاب المدارس الأكثر حاجة. تمام. فديفيدي توفر بالأسواق، صار بمراكز معينة، موجود بمكتب رعاية مار بهنام وسارة، موجود باستوديو ميوزيك هاوس بجديدة جوني كرم، وموجود برابطة الأخويات بالفنار. تمام. فاللي بحب أكيد وقادر أنه يشارك ويدعمنا. صحيح. أكيد ريع العمل لمساعدة تلاميذ المدارس. أبونا أهلا وسهلا فيك. لأب دافيد ملكي كاهن رعية مربهنا مصارى بالفنار، طبعا الرعية للسريان الكاثوليك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. يا أهلا وسهلا فيك تودي أبونا. أهلا وسهلا فيك بارك مور. أهلا وسهلا مشاهدينا، نحن وياكم رح نتابع بقية فقراتنا لليوم إلى بريك قصير ومنتابع. عودة مشاهدينا لنتابع أحلى صباح، وبنوصل هلأ لفقرة فاشن الأسبوعية. مثل العادة بهذا الوقت بتنضم لنا الإيمج كونسلتنت سارة كيروس. صباح الخير سارة. هاي بشارة. صباح. يعني عم اشتقلك من أسبوع. أنا كمان عم اشتقلك. منيح أنه اليوم سوا. صحيح. صحيح. شو محضرتي لنا لليوم؟ اليوم رح نحكي عن باريس. مثل ما أنت لابس على التيشيرت. اليوم لبست لك باريس ما كنت عارف. لابس على التام بلا ما تعرف. اليوم رح نروح على باريس، لأنه دائما نحن بنقول إنه جمعة الموضة باريس هي رفرنس لنا لكل الشوات اللي بتيجي من بعدين، لكل الموضة اللي بتنزل بالمحلات يلي نحن بنشتري الثياب. هل هو أهم فاشن ويك يعتبر؟ صراحة إيه. يعني اتس ترو في إيطاليا، في روم، في لندن، في نيويورك، في طوكيو، هودي كلهم رواية. بس باريس بالموضة دايما رفرنس بالكوتيور وبالريدي تو وير. سو اللي صار نحن قلنا هذيك الجمعة انه هلأ من وراء الكوفيد 19 ما عملوا شوات فيزيكال انه الناس تكون موجودة وعم تحضر الشو، بس انعرضوا على ديجيتال بلاتفورمز، انعرضوا على الويب سايت، دونك كانوا موجودين وين ما كان. بس الفكرة انه بيضلوا موجودين كرانوي، منهم بس انه صور، نعمل شو مع مودلز كل شيء، بس ما في ناس عم تحضر. سو هديك الجمعة حكينا عن 2-3 شوز، اليوم رح نكمل نحكي لأنه كان الشوات على تقريبا 20 أيام، سو في إناف ماتيريال نحكي عنه مرتين. اليوم رح نحكي عن كذا ديزاينر قدموا لنا لصيفية الجاي. دايما بقلكم نحكي إن أدفانس بالموضة، إتس ترو إنه هلا رح نوصل على الخريف وعلى الشتاء مفروض، مع إنه كتير شوب بس لا طمنونا اليوم إنه الطقس رح يبلش يصير خريف، يصير شوي أحسن. سو بس نحن دائما ان ادفانس بالموضة بنحكي، يعني هلا نحن عم نشوف الموضة تبع SS21 لصيفية يعني صيفية 2021. صح. ان شاء الله بوقتها بنكون خلصنا من كورونا، اكيد نقدر نلبسهم ونظهر. صحيح. رح نشوف هلا الكوليكشن كلها بيجامات انا برايي. صح.
هلا عم شوف سلا ماكارتني. سلا ماكارتني اقترحت لصيفية الجاي اللوكات يلي هن معظمهم بيج او ابيض، كان في كثير الوان باستيل، كثير الوان فاتحه، ونحن للصيفيه عاده بنحب هذا النوع الالوان، سبيشلي الاشخاص اللي بتكون عامله تانينج اخذ لون كمان زياده بيحبوا يلبسوا الالوان الفاتحه. الستايل يلي اقترحته ستيلا ماكارتني لصيفيه الجاي هو ستايل اوفر سايز، كان في كثير قصص واسعه، فيري لوس، كثير مريحه، لانه السيستم اللي عم يشتغلوا فيه بالموضه هو انه تبطلوا لوكات بس لوكات حلوين كمان مريحين. بطلت فكره انه الصبيه او المرة لازم تكون عم تلبس قصص بس عقد الجسم أو زعجينة أو بس تيكونوا حلوين، بالعكس she needs to be practical, she needs to be modern، ما بقى في نفس الإيمج. من هيك بتلاقي مرات أنه تياب مريحين منهم بس عقد الجسم. هون عم نشوف كمان ستايل تاني لستيلا ماكارتني كمان باللايت باج 100% لأنه هيدا الستايل اشتغلته لكل الكولكشن. أصلا معظم الديزاينر بتحس أنه عندهم تام كونسيستنت، يعني بتطلع حتى لو في 50 لوك بتحس في شيء ان كومن بين كل هالسطين، يعني نوع من فيل كوندكتور بالكوليكسيون 100%. ما بيكونوا انه من كل وادي عصا، مفروض انه يكونوا تحت سقف واحد. هلا هنشوف كمان دريس لستيلا ماكارتني اقترحته، تنقول كمان انه اتسترو كان في كتير بيج ابيض بس كمان فوتت سم اوف ذا دريسز كانوا لون الفوشيا القوي، نحن شفناه من هديك السنه فات على الموضه وكمل لشتويه ولصيفيه الجاي، دونك في الوان عم بتكون تايمليس وتكون موجوده كتير منهم لون الفوشيا مثل ما شفنا بالفستان هون. رح ننتقل عند حدا تاني اللي هو ميزو مارجيلا. ميزو مارجيلا أخذونا على عالم كتير ديفرنت، مع فيديو كان ستيله كتير كأنه بفوغي بقلب مطرح ميستيك، يعني مطرح شوي بيخوف مرات عنا الفيديوهات اللي بتحس سينحنا Stranger Things يعني ايه 100%. مرات عندك فيديوهات وفاشن شو بتحس غريبين وبنقول نحن انه هيك ما بنلبس او هيك ما بنعمل. هلا لانه الموضه مش دائما قصه انه نلبس هذا الدرس مثل ما هو، مرات في مسج وراه، مرات في كونسبت، وبيرجع بس يكون عم ينحط هذا الدرس بالسوق بيرجع it will be toned down، بيتزبط بطريقه يعني ستيتمنت قوي بالاول 100%، بعدين بيزبطها يكون ينلبس. اكيد ميزو مارجيلا كانوا كل المودلز حاطين على راسهم كانه مثل فولار بس ترانسبارون روج، هلا هو بين كانه كولون مقصوص يعني في تكون كمان بس انه فيتس روبونك 100% يعني فيتس روبونك. فالفكره هي انه الستايلينج عند جون غاليانو دائما يلي هو كريتيف دايركتور تبع ميزو مارجيلا دائما غريب، دائما بتحسه ايليان بغير كوكب. بس نحن بنشوف الموضه مش ضروري نتبعها مثل ما هي، يعني هلا اذا شفنا نحن 6-7 ديزاينرز دازنت مين لازم نحبهم كلهم، او اذا انا عم بحكي عنهم مش يعني انا انه رح البس هيك، بس كمان اتس جود نكون عنا اطلاع ونشوف كمان كل شيء عم بيصير ونرجع نختار نحن اللي بيشبهنا او اللي بنحس فينا نكون عم نلبسه. رح نكمل نشوف من بعد ميزو مارجيلا، شفنا اصلا كالوان كان دائما لوكات ابيض واسود عن ميزو مارجيلا. هلا رحنا عند لوي فيتون. لوي فيتون اقترح كولكشن ديفرنت عن اللي معودنا عليها، لانه يوجوالي لوي فيتون سيف اكثر، كلاسيك اكثر، قصات اذا بدك سمبل. هون راحوا على قصص فيها برينتس وعملوا ستيل ستريت وير، قصص تنلبس كاجوال، مش شيء بتحسه براند. يعني اذا ما بتعرف لوي فيتون فيك ما تعرف، فيك تفكر زارا، هالقد راح ستريت ستايل. رح نكمل نشوف صور كمان، اكيد الديفرنس بتكون القماش اللون، اكيد ما بيكون مثل كانه كوميرشال ستور، بتفرق كتير بالكواليتي القماش، بس قصدي كستايل ما بتتوقع عنه لوي فيتون. كتير اشتغلوا البرنتس بطريقه رح نقول جريئه، لانه كانوا يا بتكون الجيب عليها برنت يا التوب عليها برنت يا اذا توتال لوك فستان فوقه شيء تيكسر مثل هون المانتول بلو. بس يلي لاحظني انه في كتير الوان قويه لا صيفيه الجاي بيقترحها لوي فيتون، منهم الاورانج والازرق. في ناس بيهربوا من البرنتس على كل حال، في ناس ما بيحبوا بلاقوه كتير. هلا بتفرق وين عم نلبس البرنتس، يعني نحن بنخاف البرنتس مرات بقصص معينه، مرات ثانيه بيكون البرنتس بالعكس بيقطع بطريقه حلوه. بتفرق واحد كيف اذا هي اونز ات، يعني اذا واحد مرتاح لبسها شيء، واذا واحد حاسس حاله انه مخفى ومفوت 100 شغله ما بعده بيبطل مرتاح فيها. صحيح. هون عم نشوف كمان اتس ترو انه في برنت بس معموله بطريقه لذيذه، لانه التوب ساده جراي، البلت حلوه، البرنت هو بس على البنطلون، دونك مش دائما ضروري البرنت يكون بخوف وبينقز، مرات ملبوس طريقه حلوه بستايلينج حلو. كمان بتفرق، انا مرات بقول انه البرنت بخوف وتتكون لبسينه بطريقه غلط، يعني في ناس بتلبس برنت على التوب وبرنت ثاني على البنطلون، او برنت على التوب وجاكيت برنت ثاني. عاده هذا الشيء بينعمل بالفاشن شوز مع ناس بيعرفوا يضبطوها، يعرفوا كيف يجمعوا تو برنت، بس نحن نفكر انه عم نعمل ستيل وخفقنا بتطلع اخر شيء كلون بتبدل زابطه يعني. سو انا دائما بقول بالبرنتس انتبهوا من شغله، بتكون تلبسوا برنتس مثلا قطعه واحده افضل، قطعه واحده اكيد، بس اذا حدا مصر يلبس
تو بيسز. اذا التوب مثلا اسود وابيض ريه، البنطلون بيكون نفس اللون اسود وابيض بوينتي، يعتبر حيلا غير برنت للناس اللي بدها تكون ستايلش، بس نفس اللون مش اسود ابيض التوب بنطلون احمر اخضر وغير برنت، هون تخفوا. تانديك الاشخاص يلي ما بدها تلبس سيم كولر فيكم تغيروا الوان بس ساعتها نفس برنت، نلبس ريه فوق ريه تحت بس منغير اللون، بيكون لون حلو مثلا بلو يعني بلون تحت روشتي، بده يكون في شيء وبده يكون في شيء عم بيتخير. صح، هيدي للاشخاص اللي بيحسوا انه بيلبق لهم اذا عملوا هذا الشيء، بس انا عاده للناس العاديه اللي منا فاشن ستايلست او حدا بيفهم كيف ينسقهم بقول دائما انه روحوا على ون برنت ما يصير في تخفيق ويطلعوا انا حق علي. رح نروح على نكمل نشوف صور. رحنا على عالم تاني يلي هو جامباتيستا فالي، عم نشوف الستايل يلي اقترحه جامباتيستا فالي بالكوليكسيون. في كتير ابيض في كتير اسود. هون رجعنا لورا على اخر صوره لوي فيتون تيكونوا عارفين المشاهدين ستايل الفستان عند لوي فيتون كيف اقترحه. كملنا عند جامباتيستا فالي، عملوا نويات على الشعر بطريقة كتير حلوة كتير فريش كتير حلوة للصيفية، واشتروا هذا ستايل قديم بس رجعوه هن كان بالسكستيز يعني صحيح. نشوف هذا النوع الغيبان بالشعر بس it's very nice كيف رجع اقترحها لصيفية جي. رح نكمل نشوف صور كمان تتشوفوا الستايلينج اللي عملوه بجامباتيستا فالي. جامباتيستا فالي معروف كتير بالفوليوم تبعه ويوجلي بالكوتير بيكون فساتين كتير طوال كتير فيهم فوليوم. هلا هون لانها كوليكسيون ريدي تو وير صيفيه 100% وريدي تو وير اللي هي كاجوال مفروض اكيد اتس تون داون يعني ما رح يكون على قد جسم لهذا ستيل جامباتيستا فالي هالايمج تبعه، بس كمان شيء بينلبس ويربل. رح نكمل نشوف صور كمان تنشوف ستايل تاني عن جامباتيستا فالي كيف جرب يجمع بين القماشات اللي بيشتغل فيها عاده فساتين طوال، يعني هو معروف بهيدا النوع الشيفون والقماش اللي كثير بتعمل فوليوم معروف فيها بالفساتين الهيوج، طبقها على توب وعملها مع شورت بايات تيقول انه وي كان وارد كمان بطريقه براكتيكال. رح نشوف الريبون هون على شعره كمان على الاو صح صح، لانه كثير هو بيحب الريبونات بالاجمال، يوجلي كان يعمل بالكوتشر النول كبير على الفستان من ورا مثلا، سو يوجلي هو كثير ستريت مارك له هذا الستايل. رح نروح على عن شانيل ونختم معه. شانيل اخذنا على ستيل كثير ديفرنت مش معودين عليه، لانه شانيل كان صار له سنين 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 بيشتغل التيار شانيل المعروف اللي بيخلص على فوق الركبه، الجاكيت اللي بتجي معروفه يعني شانيل فيري كلاسيك. هون اقترح علينا قصات جديده، مشات خفيفه، برنتس على كل التياب which is not يعني ما نحن معودين على شانيل بهذا الستيل. بس العالم اشتاقت انه يكون يونغ اكثر ريتشبل اكثر، سبيشلي انه بالمقابل جار يلي كمان كل حياته كان يكون كلاسيك صار له تقريبا سنتين غير ستيل من بعد ما كريتيف دايركتور ماريا غرازيا كيوري صارت معهم، غير ستيل وصار كثير ويربل، صار في ديكالار، صار يبين صار انه يمكن للشباب لانه بعتقد شانيل يمكن فئه عمريه اكبر في الناس يمكن بيحسوا صح، بس جار كمان كان يكون للكبار وبس استلمتيه خليته يصير كمان بينلبس كل يوم. هلا كمان ب 2020 مش قصه بس العمر، قصه كمان الستايل الجديد المودرن، سو صار في ديكالاج بين شانيل وجار. من هيك شانيل كمان بهالكوليكسيون جرب شوي يقرب على الناس اكثر، شوي يظهر من الكلاسيك ستايل، رح يضل يشبه حاله. في منافسه دائما بين ال اكيد في منافسه، بصيروا بس يلاقوا انه غيرهم بهالشغله تقدموا الناس عم بتحب هيك بدهم يجربوا يقربوا على المطلوب من الاودينس لانه او ما بيبيعوا. اكيد بضل في اذا بدك تايمليس لوكس، القصص يلي معترف او اللي معروفين عند شانيل رح يضل عنده اياها، بس بفوت اكثر قصص بتشبه الجنريشن الجديده يلي كمان بتحب تلبس بتحب تكون ستايلش. رح نكمل نشوف صور لشانيل كمان تيشوفوا الستايل تبع شانيل. شفنا اللايت بينك، شفنا هون السويت مع البنطلون تاي اوت، دونك جرب يعمل ستيل بينلبس داي تو داي، مش يكون في ايفنت نقدر نلبس شانيل، اكيد غالي سو نقدر نلبس شانيل على كل الاحوال بده يكون في مناسبه ما رح نلبسه على غدا نحن عادي، بس الفكره انه يكون ويربل ان جنرال ما يبطل بعقل العالم انه ستايل كثير جامد ويكون اكسسبل صح لكل الكل، لكل الناس صعبه لانه كثير غالي عن الستايل عم نحكي يمكن عن الستايل 100%. رح نشوف كمان الصوره ل اوفر سايز جينز تشوفوا كمان الستايل كيف اقترحوا اللي هو يعتبر مودرن اوفر سايز جينز تاي اوت مع تي شيرت جاكيت. اتس ترو انه جاكيت بتشبه كثير ستيل شانيل بالجاكيت، اكيد بضل يشبه حاله بس كسرها بطريقه تكون ترندي تكون يونغ اكثر، تحدى عمره كمان 25 30 يكون على باله يلبس مش بس يكون عمره 50 او 55 تيفكر بشانيل. دونك بهذه الطريقه شفنا شوي اذا بدك المود الجديد. رح نكمل نشوف صور كمان لشانيل. هون في عنا الشورت دريس مع الجاكيت، اتس ترو انه ما بينلبس ضروري بالنهار اكثر ايفنينج ستايل، بس
الفكرة كلها أنه حتى لو لليل بيضلوا سيمبل، منه أوفر إكزاجيريتد، يعني بينلبس على دينر. وبرجع بقولكم نحن أكيد بس نحكي عن ترندز، ما عم نقول أنه أوكي رح نشتري هلأ شانيل أو نطبق هالشي، يعني بلبنان ما كل شيء عم نقطع فيه ما حدا فرقة معه شانيل. بس الفكرة أنه نحن ناخد ترندز من هودي العالم اللي هن ترند سيترز، اللي هن بايونيرز بالموضة، اللي هن بيحطوا لنا إذا بدك السكة للموضة الجاية، ونحن نجي منطبقها بأفوردبل برايسز لأنه المحلات كلها بتستند عليهم تجي بتطبقها. صحيح، يعني اللوكيت رح نشوفهم أكيد بكتير فيترينات عنا، رح كوبيد بكتير محلات. صح صح، بس كوبيد نوت إنه باد واي، مش عم نقول إنه تقليد، قد ما إنه بياخدوا الفكرة تبع البيج ديزاينرز وبيعملوها ويربل للناس. مشان هيك البيج ديزاينرز إنه ترند سيترز بالنهاية. 100% أكيد. هون عم شوف كنا آخر صورتين لشانيل، كان في الوايت ليس تتشوفوا ستيل الدانتيل، والصورة اللي بعدها كانت ترانسبارنت برينتس يلي هو كله ترانسبارن بس كمان فيه برينتس خفيف، اللي هو عم بيأكد لنا انه ظهر من الكونفورت زون تبعه، بطل عم بيقدم لنا القصص الكلاسيك يلي معودين عليهم، بالعكس ظهر شوي وصار عم بيقدم قصص بتشبه الجينيريشن هلا اكثر. بهالطريقه عملنا جوله، شفنا شوي هيك صار على هالجوله الباريسيه، يعني على امل نقدر نسافر على باريس قريبا ان شاء الله. أكيد. بالوقت القريب بعتقد بعدها شوي صعبه من هالوقت، يعني رح نضلها فيرتشوالي نشوف شو عم بتقدمي لها. وثانك يو اليوم على فقره فاشن، بعتقد كل الصبايا بيستفيدوا من كل التبس اللي بتقدمي لنا اياهم كل جمعه، واكيد احنا بنرجع بنشوفك الاسبوع المقبل. ثانك يو مشاهدينا، لهون بتكون وصلت نهاية حلقتنا من أحلى صباح، نتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت حلو واستفدتوا من كل المعلومات ومن ضيوفنا. نحن موعدنا بيتجدد بكرة بتمام الساعة 9، تابعونا.